Hello YouTube. Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. You can call me Alex. بفيديو اليوم حنكون عم نجرب the weirdest food combinations. شوفون كتير على تيك توك على يوتيوب. شوف كتير عالم بيجربوا combinations للأكل كتير غريبين. في كتير منهم بيقرفوا. So حجربون اليوم. اللي حنحتاجه هو أكيد كلينكس حدنا وكيس لأنه في كتير أشياء ما حنقدر ناكلها. وانتروا للآخر لفرجيكم my weirdest food combination يلي أنا كتير بحبها وفي ناس بتستغرب شوي. حنبلش ببانانا وكاتشب. كتير غريبة كتير حاسس ما قرفة بس إنه we have to try. أوكي ما حكتر لأنه حاسس كتير شي ما قرفة. No. Okay, balata. بس no. بعطيها 1/10. هلا مايو مع بنانا. على فكرة أنا ما بطيق المايو، ما بحب شيء اسمه مايو. يعني بالساندويتشز أوكي بيقطعوا، بس إنه هيك لوحدة ما باكل. عم بخاف آكل هيدا. No way. I'm so sorry. No way. أبدا. هيدي بعطيها 0/10. هيدي ما بتتاكل. Chips and ice cream. جبت هيدي الايس كريم فانيلا وشوكليت. ما بعرف بأي وحدة حجربها. Let's try it with chocolate. والشيبس على ملح. صراحة حسيت ما بعرف شو حسيت. ما كتير اندمجوا. انبلعت الايس كريم لوحده والشيبس لوحده مثل كأنه عم تاكلوا ساندويتش نوتيلا. بعطيها 3/10. سو هلا عنا ابل مع سولت اند بيبر و مع او كتل. يا الله شو هي حاسة حالي حستفري. نو 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 زيرو. حاسة معدتي حتقلب. هلا مانجو مع تشيلي بيبر. صراحة ما استغربتها، شوي مكسيكان ستايل وبحس ححبها. أنا قطعت المانجو، لازم أعملكم توتوريال لحال، فيديو لحال كيف عم قطع المانجو لأنه واو بيكاسو. Okay, so let's try this. كتير weird. ما حبيته بس إنه مش إنه ما بتتاكل بس إنه 2/10. بس ما برجع بجربها لأنه ما فهمت شو هي أصلاً. آيس كريم مع هوت صوص. استر. ما بعرف شو هالكومبينيشنز الغريبين. أنا بحب السريراتشا أكتر شي من الهوت صوص بس ما عم لاقي منه بلبنان. هلا صرنا اللي موجود حتاختي وأنا كتير باكل حار وكتير بحب حار. سو عم بستعمل هيدا الماكسيمز اكسترا سوبر هوت صوص بس إنه سريراتشا أطيب شي. Oh my god, I don't want to try this. زيرو على عشرة. زيرو. آيس كريم مع أوليف أويل. بحسها حتطلع مثل نيوتيلا. Let's see. إنه عادي. 1/10 إنه ما حسيت في طعمة. في آيس كريم مع شوية أويل. So weird. ما بعرف لي حدا بياكل هيك شيء بس إنه 1/10. بوب كورن مع كاتشب. ما بعرف كمان 2/10. How the chips عرفتون how the triangles ما بعرف إذا عم تبين مع كريم تشيز. نحن ما كتير بناكل كريم تشيز وهيك قصص بالبيت سو لقيت هيدا الشيء مثل البيكون بس إنه أوكي بيقطع. هلا لهون منا غريب القصة بس في عليهم شوكليت
في عندي هيدا الشوكليت سبريد ماما عملته كتير طيب لوحده، بس مع هيدا الشيء ما بعرف قد ايه حيطلع طيب. خلينا نشوف. حطيت هيدا تشيبس فوق الكريم تشيز ومع الشوكليت. Let's see. Oh my god. وقف. في شي خطير عم بيصير. حسيت حالي حبيتها ما بعرف ليه. بس عندها هيك weird something weird. بس حبيتها. هيدا بعطيها 7/10. ابدا ما توقعت اني ححبها بس حبيتها. That is so weird. اول شي بحبه اليوم بوب كورن مع لبنة. بحس ما انها كثير غريبة، اكيد ححبها. عم تاكلوا رايس كيك مع لبنة، زيت الشي زيت الطعمة. هلا هيدي it's so weird. شايفين how the rainbow شو بيقولوا لهم؟ الكاندي، هيدي الكاندي اللي عليها اللي بتكون حامضة. هيدي مع لبنة. حبيت شيبس مع شوكليت، شوكليت سبريد مع هوت صوص. اوبس تلينا الدنيا. Wait. Let me try this again. I love it. I mean, I'll tell you, is that this is amazing. حبيت. 9/10. My weird food combination. تاخدوا خبزة أو حيلا شي توست شو ما كان. تحطوا عليها لبنة. اوكي. ترجعوا تحطوا زعتر. انا بموت بالزعتر، باكل زعتر مع كل شيء. اوكي لهون كثير منيحة القصة، ما في شيء غريب، بس بتزيدوا فوقهم مربى المشمش. ودوقوا. How good is that? Oh, wow. Wow, guys. 10/10. جربوها وردوا لي خبر. So, هيدا كان الفيديو لهيدا الأسبوع. إن شاء الله تكونوا حبيتوا وتسليتوا معي. إذا بدكم جربوا كلها ودي شوفوا بتحبوا ولا ما بتحبوا. وكتبوا لي بالكومنت إذا جربتون وقد بتعطون ريتنج. و thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe, و turn the notification bell on to حتى يوصلكم كل ما انا احط شيء. و see you in my next video. Bye.